يا أخوان، أنت ذكرت قصة واحد والأخوة ضحكوا عليه، وهذا من الغيبة وليس من العيب أو الخطأ أن الإنسان يخطئ، لكن العيب أن يستمر بالخطأ. كانت بس للتهمة ونصحني وجزاه الله خير. يا أخوان جزاك الله خير على النصيحة. قبل أن تنصح أول شيء يعرف موضوع الخطأ. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لو ذكرت شخصا ما من غير ذكر اسمه ولا معروف ولا بصفته، هاي ليست غيبة. لو قال بغي من بني إسرائيل زنت، كتبناها من قائل بغي من بني إسرائيل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هاي ليست غيبة. الغيبة أن تذكر شخص باسمه فلان فلان كذا كذا بما يكره فتكون غيبة. أما تقول في واحد مدمن مخدرات وكذا وكذا وواحد عاق والديه ولا واحد، هذا غيبة؟ جزا الله خير، اغتبت ولا تستمر وش عارف ايش غلط. أول شيء اعرف، أول يعني أنت ذكرنا هذا من قبل، أول شيء بإمكانك أن تستفسر، تقول أنا سمعت تقول كذا وكذا، هل هذا الغيب من الغيبة؟ ناقشنا أول شيء. إذا أثبت علي أن غيبة، قل والله جزاك خير، إذا أنت اغتبت فلا تغتاب، الغيبة حرام. أما تجيب قصة واحد من الناس قتل ولا زنى ولا سرق ولا فيه ولا ما فيه، لا تعرفه ولا هل قد يقول قصته ما عرفه، إنسان مبهم، تقول هذا غيبة ولا تغتاب. وأنا أنصحك، وليس من عيب الإنسان يخطئ، لكن عيب الإنسان يستمر. إيش هذه الجرأة؟ أول شيء ثبت أنك تبنى بعدين أنصحنا جزاك الله خير. لابد يا أخوان الإنسان يتأدب مع من هو أكبر منه، ما يصير تلبس الواحد التهمة وبعدين استفسر. أول شيء لابد أن تعرف ما هي الغيبة، عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرك أخاك، وأخاك هذا إيش؟ مضاف مضاف إليه. هذا إيش الإضافة؟ من أسلوب إيش التعريف. إذا قلت أخوك أبوك حددت يعني، أما واحد ما حددته، في واحد اتصل فيني وقال لي كذا وكذا، في واحد اتصل فيني السلام عليكم. وعليكم السلام. لا اي والله، كيف حالك؟ الحمد لله. ساكن خير؟ الحمد لله. شلون العيال؟ الحسبالي يبيني اعرفه منه، يجرجرني. تفضل امن. والله عندي سؤال، كيف حالك وشلونك وشلون العيال؟ عندك سؤال؟ شكلت سؤالك وخلصنا. هذا خطأ، انا ابين لكم خطأ في اسلوب الناس هذا. ثم والله يقول لك انا والله كنت عسكري، دخل عسكري، شوف الحين سؤال ما شغل عسكري ولا شغل شلون ولا شلون عيال ولا عسكري، وتخبر العسكريه دخلت تخبر وميدان وصراخ، وعندنا اليوم اغرار جدد جنود، وانا طفشان، وتدري بعد اليوم حر ومش عارف ايش، اخر شيء معصب على زوجته قال انت طالق. يا اخي قول من اول، قلت حق زوجتي طالق يقع الطلاق ولا ايش لونك وشلون عيالك وحر وانا عسكري، غلط تضيع الوقت هكذا. تعرفون من هذا؟ انا ما اعرفه. هذه غيبه؟ غيبه هذه ليست غيبه، هذه ليست غيبه، هذا كثير ما ينبه غيره. ما واحد غلط يا اخي، يتصل تليفون السلام عليكم عندي سؤال، انا عندي مشكله مع زوجتي، ابى اقول لك اياها من اولها. صار لي 7 سنين متزوج، بقص لك قصص من 7 سنين وشلون تماشينا وراحت وامه تدخلت. غلط هذا ولا صح؟ غلط هذا. تبي اسمع لك قصتك وكذا وصار ما صار، غلط. عطنا الصامت ماذا تريد؟ يعني بعض الناس ممكن يمسك له واحد يبي يمشي. سؤال 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 سؤال. انت تدري شنو الظروف هذه اللي قاعد تقول سؤال سؤال؟ يمكن مستعجل، يمكن تعبان، يمكن حاقن يبي يروح الحمام. احضر احضر احضر. علماء ينبهون على هذا. سؤال بسيط، درك بسيط، يمكن انت تقول عنه بسيط يحتاج الى تفصيل، صح ولا لا؟ فقال لك انا ما استطيع اجاوب الان، لا تقول لا احضر، يوقفك يمكن بالسياره. هذا غلط. لابد الانسان يعرف متى يسال وكيف يسال ويتادب بالسؤال. الان لما واحد يسال واحد فلوس ماذا يفعل؟ يطلب والله ارحم والديك وانا احوالي والله يشهد الله وكذا وعندي اثباتات وكذا والله، لانه ما يسال فلوس. سال السؤال ايضا من ايش؟ يريد ان يسال علم. ما ياتي يرفع نفسه على المسؤول ويصرخ عليه ويقل ادبه.
لو تروح تبني فلوس وتقل ادبك معه يعطيك؟ بيقول طرار وتشرط ولا لا؟ شيك ادب، عندك سؤال ادب، مو تروح تتهم الواحد وتلبسه تهمه وتقول والله انا انصحك. لازم تعرف احيانا يا اخوان الاسلوب، لما تقول حق واحد اكبر منك ابى انصحك يا اخي، يدخل بالنصيحه من غير كلمه ايش؟ ابى انصحك. وهذا كثير ما يخطئ فيه بعض الناس، تلقى توه تعلم له كلمتين ذهب الى والده. الاب يراك صغيرا، لو صرت عمرك 80 وهو عمره 100 يراك لحد ذا توك صغير وانت عمرك 80. هذا معروف، يقول له لو ابى انصحك نصيحه. قبل لا يسمع يقول متى طلعت عشان تنصح؟ الله خزن هذا، صح ولا لا؟ ممكن تدخل بطريقه الاسلوب، ممكن تكلم واحد اكبر منك حتى ينصح ولا لا؟ ماذا فعل ابو موسى الاشعري لما راى قوما يسبحون بالحصى في مساجد الكوفه، في مسجد الكوفه، ماذا فعل؟ استنكر هذا الشيء، ذهب الى عبد الله بن مسعود اكبر منه واعلم منه، فقال رايت امرا عجبا، امر انكرته، قال ماذا قلتم؟ قال ما قلت شيء، انتظروا امرك. شوف هذا الادب. انا واحد مرسل رساله يقول الشيخ عثمين خرق الاجماع في العقيده، مسألة العقيده خرق الاجماع، وين رايح؟ ما في حد من العلماء عرف ان الشيخ عثمين خرق الاجماع الا انت. تعرف شو الاجماع عشان خرق الاجماع؟ وين المشايخ؟ وين العلماء؟ وين مشايخه؟ وين طلابه؟ وين اقرانه؟ ما في عقل قاعد انه خرق الاجماع، جاي انت الحين واتساب بالكويت الشيخ عثمين خرق الاجماع. هذا قله ادب والله. ثم لو دقق شوف نفسه هو اللي مفاهم الاجماع اصلا. فالمقصود الواحد يتريث يتادب، كم مره قلنا لكم استحي انا اكرر الكلام هذا. بس يا اخوان لابد، يا عيال يا ابناء، لابد واحد يتادب، لابد قبل ان يسال. يا اخي اقرا القران واشوف اسلوب القران كيف. رب العالمين العظيم الكبير يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما اذنت له. شوف الادب. رب العالمين يقول لعبد من عبادي عفى الله عنك لما اذنت له.